بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا لاري برو أقراص تحت اللسان لعلاج التهابات الفم والحلق واللسان واللوزتين، حيث يعمل البرو أقراص على مكافحة البكتيريا والجراثيم والميكروبات والفطريات وتدميرها، مما يساعد بشكل قوي في علاج التهابات الفم والحلق وتحسين الأعراض المرتبطة بها مثل الآلام والتورم والتهيج. ويمكن استخدام للبرو أقراص في حالات التهاب الجيوب الأنفية المزمن وصعوبة البلغم الناتج عن أمراض الجهاز التنفسي، حيث يعمل على تقليل لزوجة البلغم وتسريع إزالته. الجرعة قرص تحت اللسان كل ساعتين أو 3 ساعات، لا يبلع ولا يمضغ. العبوة 20 قرص، سعر العبوة 27 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.